اي حاجه، ده ايه احداد على كل شهداء فلسطين. بكره في خبر حلو جدا باذن الله، طبعا سنة ان هو موجودين، بس انا اقولها لكم بالصفه الاعلاميه. بكره باذن الله 11/11 بامر الله يكون خبر قوي جدا بقياده مصر لنصره الحق الفلسطيني باذن الله سبحانه وتعالى. باذن الله سبحانه وتعالى. تحيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحيه للشعب المصري الحكيم الذكي. الشغل ان شاء الله هيحصل بس مباشر مع ناس من فلسطين. بحكم المهنة بجد بجد بيحبوا شعب مصر قوي، ودعواتكم وحبكم وقلبكم ووقوفكم معاهم حتى بالدعوات أعظم حاجة بتديهم أقوى سلاح، وهو الصبر والمواسبة والقوة. يا رب انصرهم ويقويكم أنتوا كمان، ويا رب دايما يبارك في كل مواطن مصري بيحب بلده بجد، بيحب بلده بجد. مصر أم الدنيا طبعا. أحيا مصر. أنت عارف اهلا بيكم، نرحب بالساده اللي في المؤتمر، شرفتونا ونورتونا. تحيه لعظماء حزب الحريه المصري، تحيه كبيره. الدكتور مهندس ممدوح محمد محمود رئيس الحزب، وشرفنا الان النائب احمد مهنا امين عام الحزب، وشرفنا الان الاستاذ الدكتور معتز محمد محمود، الدكتورة أمل سلامة، والدكتورة جيهان البيزية، وشرفنا قادة وأعضاء أمانة محافظة الجيزة، شرفنا الدكتور عيد، وطبعا الأستاذ الزهارت أمين القاهرة، وشرفنا طبعا الأستاذ الدين أمين، وطبعا شرفنا رئيس قطاع أكتوبر. شرفنا طبعا، انا كنت اسف ان انا يعني يمكن انسى حد ولا حاجه، لكن طبعا كلكم اهلينا واخواتنا وحبايبنا ومشرفينا ومنورينا. واليوم كالعاده لكم نداء، واجتمعوا لتفعيل حدث هام يتم الاعداد له مع اعتماد قرارات من شانها زياده الانتشار على ارض الواقع وخدمه المواطن المصري في كل مكان، ودعم مؤسسات الدوله، ودعم القضيه الفلسطينيه، وتأييد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل قراراته، ودعمه وتأييده للترشح لفترة رئاسية جديدة.